ما عم بفهم عن شو كان عم يحكي. ما بعرف، يا ريت تشوف لنا حدا يفهمنا انا وياك. بسيط، انا بقرا لك وانت بتفهم. ما هي الغايه وماذا كانت الوسيله؟ للاجابه لابد وان تعرف ان للشر سبعه ارواح وللخير روحا واحد. يعني لازم اقول الشغلة 100 مرة لتتنفذ؟ بس حبيبة حضرتك طلبت الشغل بالطريقة اللي تنفذ فيها. شو قصدك؟ عم بيتهيأ لي مثلا جنات؟ مش هيك قصدي بس. بس انتي اعملي معروف، نفذي اللي قلت لك عليه، تفضلي. حاضر. على فكرة يعني لو متعصبة قوي وزهقت والجو ده انا ممكن امشي واجي وقت تاني. تمشي ايه يخرب بيت امك؟ صدقت شفتك. هو عندكم هنا لو حد غلط وتأسف الموضوع بيخلص خلاص ولا لازم يجيب ناس وتجيبوا ناس ونعمل قاعدة والجو ده؟ والله على حسب الحد، لو غالي الموضوع يخلص على طول. الحمد لله لا كده الموضوع خلص خلاص. بس انت لسه ما تأسفتنيش. لا انت فهمت الموضوع غلط خالص على فكرة، انا بكلم انت اللي تأسفي مش انا. حصل ده وجعني قوي، بس انت ما ينفعش حد يعرفك وما سامحكيش. بعدين يعني ما ملعونه ابو اللي فات، انت تعرفي حاجه عني؟ انا مشيتها كده مع نفسي عشان الموضوع يعدي وخلاص. والله ها ناس زعج مني. أحبك مش قدي. أنا وحمزة ما كناش، بس اتنين بنحب بعض، كنا صحاب قوي. بنفهم بعض من غير كلام، العلاقة بينا كانت نظيفة ما فيهاش وساخة، كنا مبسوطين رغم كل اللي بيحصل، كنا قربنا نبقى واحد. كان بيحترمني عشان كده سامحني على شغلي القديم. حكيك عن حمزة يا حبيبة عكس بعضه، يعني من خلال وصفك له صرت شايفه ملاك بجناحين قمة الرجولة والكرامة، مع انك قلتيلي انه سامحك على شغلك القذر. انا لو مطرحه كنت بزقت عليكي سكرت الصفا. انت لو مطرحه لا اتطمر، وبعدين ما انت لسه قايل رجوله وكرامه وملاك بجناحين، واللي عنده الاوصاف دي اعتقد بيسامح صديقي. وبعدين ما تقلقش، لو انت مكانه ما كناش لا هنفتح صفح ولا هنقفلها.
ياد الزبون اللي بيجي مهما كان اهبل في قلب نفسه ولا ما تقلعهوش من رجلك، برضو لازم يحس ان هو كل حاجه في المكان ده. هو هزقت الواد انطوان ليه؟ واد هزق كده وعامل لي فيها باشا، رحت كارت على قفاه ومبسوط قوي. ناقص تقول لي انك رحت تأجر له ناس من انفوشي. غلط غلط يا سيد، لازم تعامل الناس كلها بنفس الطريقه، الباشا والهلفوت. يابا انت محسسني ان انا ببيع طرشي، والله فاهمك، بس اكيد الباشا خصه حته زياده. برضه غلط، بالعكس يا حمار، الهلفوت تديله اكتر بزياده. اشمعنى؟ اقول لك، عشان الهلفوت يا سيد دايما بيبقى عارف ان هو ولا حاجه ورمه والناس كلها قرفانين من امه، فلو حس ده كمان هنا هون هيحس انك علمت عليه في المكان بقى اللي جاي يدفع فيه فلوس عشان ينبسط ويحس بقيمته. وبعدين يا سيد ممكن يعمل عوق واحنا بقى مش فاضيين لامه. صح، وعشان اثبت لك ان انا فاهم وان انا عرفت كلامك كويس قوي، انا لو شفت الواد انطوان هنا هرحر لك امه. يلا يا رمه يلا يا العب يا كبير. ايه يا مازنجر؟ القبضتين المدمرتين يا مازنجر. كنت بحب افروديت. مشكلتك انك بتكبر يا حبيب. انا مش بكابر يا جمانة، محدش فيكو عايز يفهمني، انا مكاني مش هنا. انا اكتر واحدة فهماكي، بس انت خلاص بقيتي جوه، لازم تتعاملي على انك جوه. ده مش جوه على فكرة، ده تحت. انا عارفة ان انت عايزة تخرجي من هنا، وفي نفس الوقت شايفة انه هنا الطريق اللي هيوصلك لفوق، مش كده؟ انت فاكره ان انا مبسوطه هنا؟ انا قرفانه من كل حاجه حواليا ومستنيه الفرصه عشان ارجع بني ادمه طبيعيه. انا ما عنديش مشكله ان انت تاخدي هنا سلمه عشان توصلي للي انت عايزاه. يا ستي بلاش سلمه ترابزين، بس خلاص طالما قررتي تفضلي جوه لازم تتعاملي بمنطق جوه لغايه ما تجيلك الفرصه اللي انت عايزاها. فاهمين؟ أنا ساعات بحس إن أنا جوه ضلمة، بس جواها نقطة نور، كل ما أحاول أقرب لها بتبعد،
مش عارفه اوصل لها. وايه النور ده؟ مش عارفه. بتفكريني بكلامي زمان. بس انا عمري ما هبقى انت يا جوانا. سوري انا ما كانش قصدي. انا عارفه ان انت مش قصدي ومش عايزاكي تبقي زيي، لاني خلاص دخلت جوه واتقفل عليا. بس بايدك تخرجي لو عايزه. عمرك شفتي حد متكتف بيعرف يفك نفسه؟ حبيب، اول فرصه تجيلك لازم تستغليها عشان تخرجي من هنا، لان الثانيه والثالثه ملهمش لازمه. مروان انا عايزه اتكلم معاك. قولي يا رحال، في ايه؟ انت ايه رايك في ليلى؟ ما هي ناحيه بالظبط؟ رد عليا وخلاص. بنت لذيذه. ايه لذيذه دي بقى اللي مخوفاني منها. ليه؟ حساها شامه كده ان هي بنت مش مظبوطه. صدق بقى ان انا غلطانه بتكلم معاك اصلا. تعالي هنا بس، تعالي تعالي. والله ما قصدي ازعلك، ما بلاش بقى الحركات بقى القفش دي، تعالي. قولي لي بس ايه اللي مضايقك؟ ايه ده يا ليلى؟ دي استقالتي. استقالتك ازاي يعني؟ على فكره مفيش حاجه من اللي انت بتفكري فيها دي صح. اولا ليلى قدي، يعني استحاله بابا يبص لواحده قد بنته. ثانيا لو فعلا كان في ما بينهم حاجه استحاله كان يخليها تنقي لك هديه الانيفرسري بتاعكم. الهديه دي بقى اللي لقيتني اكتر. عشان خاطري ممكن تطلعي الموضوع ده من دماغك؟ طب ممكن انا اطلب منك طلب؟ قولي. ممكن لو لاحظت اي حاجه بين البنت دي وبين باباك تقولي؟ حاضر. ليلى انا بعتبرك زي بنتي بالظبط. لما خدتك معايا وانا بجيب الهديه لصافي كنت عايز اكد لك ده. بس انا ما كانش. انا عارف انت عايزه تقولي ايه. في الموضوع ده خالص. اتفضلي على شغلك. اول ما كلمتيني سبت كل حاجه في ايدي وجيت للجري. انا فكرت في كلامك يا سيد. موافقه احبك. موافقه احبك؟ انت يا بنتي كل حاجه فيكي غريبه. تصرفاتك وتفكيرك. ما لقيتيش سكه مع مجدي؟ قلت ماله الواد سيد؟ هو موجود ويسد. وبعدين هيدخلني كل الاماكن في لبنان ببلاش. سفلقه يعني، ها؟ عارف كل الجردات وكده. تزعل لو قلت لك اه؟ هو المفروض افرح؟ والله لو مش عايز بلاش. لا بلاش ايه؟ انا قلت لك قبل كده ان انا بحبك. وانا متاكد كمان ان انت كمان شويه هتحبيني، حتى لو كنت واخداني دلوقتي مصلحه. كمان شويه هتموتي فيا. يا واد يا جامد. قوي. مش ألذ بذمتك ان احنا فاهمين بعض؟ مش احسن من التحوير؟ انت اكتر واحده مصلحجيه شفتها في حياتي، وبجح. بس ضحكتك فيها حاجه بتجنني. انا مصلحجيه؟ قوي. اللي انا اعرفه ان كل واحد ليه وسيلته اللي بيستخدمها. وسخه بقى ولا نظيفه؟ ده تصنيف بيختلف من حد للتاني. يا ده سالم قعدك قعدة الشحاتين دي. طب والله لا اقعد جنبك. عامل ايه؟ تمام شغال. ماشي يا شغال. قاعد كده ليه؟ براقبك. بتراقبني؟ لحساب مين؟ لحساب صافي قلب الاسد. صافي قلب الاسد؟ احذر مني بقى. ليه بقى؟ اوعى تعمل حاجه انقط. انقط؟ ايه اروح الشركه باللباس ولا ايه؟ مش الفكره، بس هي لسه شاكه في ليلى. يا دي صافي.
ام صافي واللي جاب صافي. ماشي راقب كويس يا عيد جدع. اي خدمه. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction cause I try and I try and I try and I try. I can get no, I can get no when I'm driving in my car and a man comes on the radio. He's telling me more and more about some useless information supposed to trigger my imagination. I can't get no. Can't get no, 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 no. Hey, hey, hey. مش هنبطل نطلب مصر بقى عشان نطمن على ماما. انت عامله بالظبط زي اللي عنده جرح وعمال يدوس عليه. عمره ما هيخف. سيبيه يخف لوحده. Cause I try and I try and I try. And I try. لأن حمزة كان إنسان محترم فكان لازم تبقى دي طريقته في الوصف. على قد ما كان بني آدم بس ما كانش دايس الحقيقة قوي. عمر اللي بيتفرج من فوق ما بيشوف التفاصيل زي اللي واقفين تحت. حفلة عيد ميلاد مايا هي الحفلة اللي اتصورت فيها مع حمزة. ده كان بمثابة إعلان إنه حمزة صار بحياتي. هي لو أنت عايز تعتبرها كده اعتبرها. بس الحقيقة إنهم ما كانوش يعرفوا كلهم. ليه؟ مزاجي. كنت بقول للي عايز أقوله. ليك فيه؟ ما خفتي من مجدي؟ خفت بس كنت بقول. طيب قبل ما انقل على موضوع الفيديو، في كتابي بالروايه لفتت لي نظري وحابب افهمها. انت عليك عفريت اسمه الروايه. انت ليه مهتم بالروايه اكتر من القضيه؟ لانه الروايه هي القضيه. لما بفهم الروايه بحل القضيه. ويمكن لو فهمت الرواية القضية تتعقد. ما بين الوسيلة والغاية صراع أبدي لا ينتهي، خاصة حينما تكون وسيلتك تلك تفوح من جنباتها القذارة. حتى بعد وصولك إلى الغاية المرجوة ستظل قذارة الوسيلة تحيطك حتى لتغزو روحك نفسها، تذكرك دائما أنها ما زالت هناك داخلك. شو بك؟ ماشي. قولي لي يا حبيبة، مين كان عم يقصد بهالجملة؟ قذارة. كان عم يقصدك ليلك؟ وش معنى أنا؟ أنت عارف إيه مشكلتك؟ أنك فاكر إن كل اللي في الرواية ده حقيقة. لأنه كان عم يكتب الرواية عن الحقيقة. ومالك متأكد كده؟ هو أنت لما مؤاخذة كنت بتقعد على حجره وهو بيكتب؟ أنا
دايك. تعبت منك. وتعبت قد ايه بتضلي بتكذبي؟ وحكي كله بلا طعمه وبلا معنى. ما بتعرفي تحسبي الامور صح، وهيدا اللي مخليكي لحديت هلا هون. وهيدا اللي رح يخليكي يمكن تندمي. انت غبية. ومفكرة حالك هيتشكوك. جاوبيني، مين كان بيقصد بهالجملة؟ جاوبي، مين كان عم يقصد بهالجملة؟ واو، شو هالدرس الحلو هيدا؟ مايا اهلا 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 انت طيب. شوية كتب عارف انك عمرك ما هتقريهم ابدا. ميرسي. حبيبة. كيفك حبيبة؟ حمزة حكى لي عنك كتير. طبعا، مع حمزة رغاية قوي. رغاية قوي؟ معلش بقى عايش لوحدي ويتيم وكده فضايح. بقول لك ايه؟ انت عيشي حياتك واحنا نلف شوية، ولو عصينا بقى صفاري صوتي، ولا اقول لك قلبي نور. اوكي. لحظة. هابي بيرث داي. ميرسي كتير. ده بقى خاتم، يعني هتلبسيه هتلبسيه. يلا. رغاية. ايوه يا طيار. صاحبك لسه واصل. افتي بقى يا طيار، افتي. سلام. تأخرت علي على فكرة. معلش حبيبتي سامحيني. ينعاد عليكي. ميرسي بابا. بحبك كثير. وأنا بحبك كثير. شو هالحفلة الحلوة هي؟ إيه ده مالك في إيه؟ يا بنتي مش هقعد أجري وراكي ما تفهميني. الموضوع مش تهريج يا حمزة، إحنا لازم نمشي حالا. إيه اللي حصل طيب؟ الراجل اللي هناك ده صاحب مجدي، يعني لو كان شافني في مصيبة هتحصل دلوقتي. طب خلاص إيه دي إيه؟ هو ما شافكيش أكيد. أنا مش عارفة إيه اللي خلاني أجي معاك من الأول. أنت فعلا مش عارفة إيه اللي جابك معايا؟ طيب خلاص يا حبيبي. خلاص يلا نروح. معلش يا حمزة أنا آسفة، بوظت لك الخروج. أنا مش زعلان. خفيش. يا
طيارتي، انا طيارتي بعد ساعه ولازم امشي. تحبي بجيب لك شيء معي؟ نو ميرسي، تجي بالسلامه. اوكي، تبع حالك. ها انت كمان بابا، انت تبع حالك، رح اشتاق لك كثير. انا كمان تبع حالك. ميرسي ميرسي. اهلا، يلا بايك. باي. شر الطريق طلع منين ده؟ ده مات. اضحك. هذا بالنسبة للوسيلة، طيب والنتيجة؟ اللي بالحكاية. زواجك من مجدي؟ جوازي من مجدي ده الغاية اللي تخصني أنا. بالجزء الثاني من الرواية في كلام وقفت عنده، وبيحكي عن هاليوم كمان. يوم إيه؟ لم تكن الزيجة حدثاً مجرداً من التداعيات المتواترة أو الوسائل والغايات على اختلاف أوجهها، لكنها تحولت بصورة ما إلى نقطة تحول حقيقية في حياة الجميع. التعساء والفرحين وهؤلاء الواقفين على الحياة. بحبك. عارفة. طب ما دي حاجة كويسة. أكتر حاجة بيجري وراها الراجل إنه يثبت لحبيبته إنه بيحبها. بس خليكي فاكرة بقى كمان كام سنة قدام إنك قلتيلي إنك عارفة. والله على حسب هتخليني أفتكر إيه. الستات بتخزن على فكرة، ما بتنساش. خليكي تفتكري اني بحبك وبخاف عليكي، واعمل اي حاجه في الدنيا عشان تبقي فرحانه. انا بحبك يا مجدي، واتجوزتك عشان فيك حاجه عمري ما حسيتها مع حد. معاك بحس اني مطمنه، ليا ظهر يحميني، حد بيخاف عليا وياخد باله مني. انت طيب قوي يا مجدي. انا من بعد كلمه بحبك ما سمعتش ولا كلمه تانية على فكره.
فاتك كتير على فكرة، لأن اللي اتقال بعديها أحلى. فين وبقيت